هنا وصلنا للموقف 290، والموقف ده شهير جدا بيتكرر كتير في دورنا. دلوقتي زي ما انت شايف الابيض هنا ماسك الصف السابع وعنده بيدق سالك على عمود الاف، ولكن الاسود عنده فيل في الشكل ده. ازاي الاسود يتعامل في الموقف ده؟ لو انت معاك فيل تعمل هنا ايه؟ طبعا من الوهله الاولى هتقول خلاص الابيض بيكسب في الشكل ده، ولكن الدور ده تعادل يا اساتذه، ان الاسود هنا عنده نقله قويه جدا اللي هي بيشوب سي 4. الله الله الله، الفكره منها دي يعني علامه تعجب. الفكره ان الابيض عشان يكسب لازم الملك يجي على مربع الابيض، يجي على عمود الاف، ويجي بعد كده على مربع جي عشان يدي المات اللي موجوده في الباك رانك. دي الفكره بتاعته. ولكن عشان ينفذ الفكره دي الفيل ماسك مربعات المناورات بتاعه الملك. يعني الملك عشان يعمل بلوك على الملك الخصم، لا اما هيجي على المربع ده لا اما هيروح على المربع الثاني، والمربعين دول بيض. لو انت منعتهم بالفيل خلاص كده انت بتضمن التعادل 100%. حلو الكلام. واحد هيقول لي هلعب كينج اف 5، هقول لك كش ملك ارجع تاني، هتروح تاني هلعب نقله الفيل وكده انا طلبت تعادل كبير. طيب واحد يقول لي